معنا في الاستديو أحمد ومحمد المصطفى، صحفي متابع لقضايا الأمن في منطقة الساحل والصحراء. أهلا وسهلا بكم. بداية، هل من رسائل بشأن عدم مشاركة أغلب مدن الشمال وكذا اللاجئين الماليين بالخارج في الانتخابات البلدية؟ أعتقد أن هذا الواقع الذي شهدته مناطق شمال مالي يعكس مستوى كبير من إفراغ هذه الانتخابات من مضمونها، خصوصا وأنها أجلت مرتين على الأقل خلال الفترة الماضية بهدف ضمان شروط مشاركة المناطق الشمالية من البلاد، خصوصا وأنها التي كانت توجد خارج سيطرة الدولة المركزية، وجاء اتفاق الجزائر ثم توقيعه بعد ذلك في باماكو من أجل ضمان طريقة لاستعادة ثقة سكان الشمال في المنظومة السياسية ككل، ومنحهم نوع من الصلاحيات من خلال انتخابهم لممثليهم. غياب مشاركة هؤلاء السكان سواء منهم في اللجوء أو منهم في الداخل من خلال عجز الحكومة المالية وشركائها العسكريين، خصوصا فرنسا والبعثة المتحدة متعددة الاختصاصات التي كانت من أهم مهامها هو توفير الظروف لإجراء انتخابات، فشل الجميع في إيجاد أجواء تمكن من إجراء هذه الانتخابات. يعني الانتخابات على الأقل فيما يتعلق بالشمال منها تم إفراغها من محتواها حتى في المناطق التي أزريت فيها، لأن أكثر من ثلثي المناطق في الشمال، كيدال وقاوة وغيرها، لم تجرى فيها الانتخابات أصلا، والمناطق التي أزريت فيها في تومبوكتو وفي غوندام تعرضت لهجمات بعض مكاتبها وسقط ضحايا جراء ذلك. وبالتالي بقاء هذه المناطق دون انتخابات يعني أن الهدف الأصلي ما زلنا بعيدين منه، وهو عودة الأمن للمنطقة، هو عودة ثقة الناس في المنظومة السياسية وإيجاد منظومة قادرة على إشعارهم بأنهم فعلا من ينتخب، من يسير أمورهم، يمثلهم، وهم من يختاره. طيب، ما لتخوض الانتخابات البلدية بعد تأجيلها 3 مرات خلال سنتين يعني بسبب الأوضاع الأمنية، إلى حد يعتبر الوضع الحالي مواتيا لإجراء هذه الانتخابات؟ هو الإشكال أنه تبدو مالي وكذلك شركائها كما لو كانوا مصرين على الهروب إلى الأمام. التحدي الآن ليس تحدي انتخابات، لأن من سيصوتون إما عاجزون عن الخروج من البلاد أو خرجوا من البلاد فعلا إبان الهزات الماضية، وتعرف أنه يوجد قرابة 150 ألف منهم بشكل معلن في الملاجئ، أغلبها في موريتانيا، 60 ألف الموجودة في موريتانيا لم تصوت في هذه الانتخابات. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التحدي الآن هو تحدي انتخابات وتحدي صناديق اقتراع، بقدر ما هو تحدي أمني، بقدر ما هو تحدي إعادة استقرار، بقدر ما هو توفير ضمانات. طيب، لكن هذا بقدر ما هو توفير ضمانات حقيقية تضمن مشاركة هؤلاء الحركات الأزوادية عن قناعة وليس بإكراه، وندرك جميعا حجم الضغوط التي مورست على الحركات الأزوادية من أجل توفيق الاتفاق، توقيع الاتفاق في الجزائر أولا ثم في باماكو بعد ذلك، ومنها تهديد بعض الحركات بمقاطعتها من دول الإقليمية ومن المنظمات الأممية إذا لم توقع على هذا الاتفاق، رغم أنها تدرك أنه سيواجه صعوبات في إقناع السكان المحليين. طيب، كل هذا إقناع من تمثلهم بهذا الاتفاق. ما تفضلت به يبعثنا إلى التساؤل حول إصرار الرئيس المالي كيتا على إجراء هذه الانتخابات البلدية رغم الوضع الأمني، يعني ما السر في اهتمام الرجل بالجانب السياسي يعني دون الجانب الأمني؟ لأنه لا وجود له الجانب الأمني، لنكون لو كان صريحا لاعترف أنه ما يوجد الآن في شمال مالي التمثيل المالي في التمثيل العسكري المالي فيه رمزي جدا، والمناطق التي بقيت فيها بقي فيها جنود ماليون هي التي تتعرض للهجمات يوما بعد يوم. لا يمر خلال الشهرين الماضيين كان معدل العمليات في منطقة شمال مالي هجمة كل 48 ساعة وأحيانا 36 ساعة، وبالتالي كانت كلها تستهدف إما مناطق تجد فيها قوات أممية وأغلبها استهدف قوات مالية في المناطق التي يوجدون فيها، وبالتالي أكثر المناطق التهاب كيدال الوجود المالي فيها رمزي. يمكن القول دون مبالغة أنه كده لا يوجد فيها ما يوجد فيها من الجنود الماليين بدل الحرص على وجودهم في الصورة من خلال وجودهم في جزء منها أكثر من قيمة مضافة أو من قوة تمثل دولة في قطعة ترابية تابعة لها، وبالتالي ما يوجد فيها من السيطرة هو للقوات الأممية، للقوات الفرنسية الحاضرة أكثر، ولا وجود للجيش المالي فيها بشكل قوة تفرض وجودها، وبالتالي وجود أولوية لدى الرئيس بتنظيم انتخابات مستغرب فعلا، لأن الأولوية في هذه المناطق لشيء آخر غير الأمن، ثم إن الأمن
وإذا مجرب في أكثر من منطقة لن يحول. طيب حول الرئيس كيتا دائما يعني هو يسعى للترشح لمأمورية ثانية، إلى أي حد ترى أن بإمكانه يعني مأمورية ثانية في 2019؟ إلى أي حد يعني ترى حضور الرجل، هل بإمكانه النجاح في الانتخابات المقبلة؟ التحدي الأكبر بالنسبة له فشل فيه، وهو إعادة وحدة البلاد، إعادة استقرارها، الرهان على إيجاد حل سلمي للمشكل المتصاعد المالي، يعني يمكن القول أنه هو منغص الاستقرار في المنطقة ككل منذ 6 عقود. والإشكال الحقيقي فيه هو أن مالي لم تمتلك بعد جرأة تجاوز عقدة ما كانوا يسمونه بمالي النافع ومالي غير النافع، لم تتجاوز بعد عقدة منح سكان الشمال حقوقهم بإشعارهم أن يعني منحهم حقهم في تسيير مناطقهم، بمنح حقهم طيب في تنمية بلادهم. بالحديث عن الشمال، الوضع الأمني ما زال مضطربا يعني رغم وجود القوات الأممية. السؤال هنا ويتكرر دائما، يعني هل فشلت هذه القوات أم هي عاجزة فعلا عن تحقيق أهدافها؟ أكيد ستفشل، هي فاشلة الآن وستفشل. لماذا؟ لأنه لا يمكن لهذه المشكلة التي تستمد قوتها من مظالم شعب محلي، لا يمكن أن تحل إلا بمنح هذا الشعب حقوقه. أطلنا الأمر أم قصرناه؟ الأمر بيد الحكومة المالية وشركائها. إن أرادوا حقا استقرار في المنطقة عليهم منح السكان المحليين حقوقهم، لأن هذا سيفرغ المسلحين من حاضنتهم الشعبية، وما دامت هذه المظالم قائمة فالسكان المحليون سيفضلون أي طرف يكون سبب في هز أمن الحكومة المالية من باب أن عدوك صديقك. طيب. وبالتالي ستظل هذه الحركات تجد حاضنتها الشعبية في السكان ما داموا لا يجدون حقوقهم في الحكومة المالية، حتى ولو وصل يعني، وهذا كان مطروح للنقاش. طيب بما أن الوقت ضيق جدا، يعني ما مستوى تأثير، عذرا سيدي على المقاطعة، تأثير ما يجري في الشمال المالي على دول الجوار؟ حين يكون الحريق في المنزل المجاور لك، إذا لم تساهم في إخماده ستصلك ألسنة النار. طيب كيف يمكن ذلك بالنسبة للموريتانيا؟ تمتلك الدول الإقليمية تمتلك الكثير من الأوراق، لكن للأسف تلعب بها اللعبة الخطأ، كلها يستخدم الأوراق التي يملك لتمتين لكسب نقاط على حساب الطرف الآخر دون أن تنجح في إيجاد استراتيجية تتفق عليها جميعا وتخدمها جميعا، بدل وجود الخطر الحالي الذي إذا كان الآن يقتصر على دولة قد يتحول في أي لحظة ليشكل خطر على الجميع، وربما على طرف آخر يتحول في لحظة ما للحلقة الأضعف أو الحلقة الأكثر استهداف. طيب أحمد ومحمد المصطفى، صحفي متابع لقضايا الأمن في منطقة الساحل والصحراء، شكرا جزيلا لك.